شراكتي كانت في المهرجان هذا ان نحن نعد اكلات تكون صحيه، فحاولت اني انا ادخل المطبخ الاماراتي من ضمن هالمسابقه هاي او من ضمن المهرجان هذا، اني اخذت اللي هو البيسك الاماراتي او النكهه الاماراتيه، حاولت اني ادخلها في اشياء تكون خفيفه ممكن نحن نتناولها في اي وقت. سويت اللي هو سندويش التونه، وكانت اللي يميز هالوجبه ان كان اللي هو صلصه البيستو المعروف عنها صلصه ايطاليه تحتوي على اللي هي الريحان والمكسرات، لكن اليوم حاولت اني استخدم اللي هو الجرجير المحلي مع إضافة شوية من البهارات الإماراتية والإضافة للمخلل الإماراتي اللي هو الآشار، ففي النهاية حصلت على نكهة إماراتية ولكن بشكل جديد وسريع وسهل. الأكل الإماراتي في أصله صحي، لأن قبل أهالينا في السابق كانت حياتهم جداً سهلة وبسيطة، كان يعني نادر ما تلقين حد عنده سمن أو دهن في البيت، فكانوا يعتمدون على طبخهم بالماء، فكانوا عشان يطبخون الطبخة كانوا يضيفون الماء ويحمرون البصل ويعتمدون على الكراميل اللي طالع من البصل ويطبخون فيه طبختهم. لكن مع تطور الدنيا وبعد ظهور البترول وتطورت الحياة عندنا في الإمارات، قاموا يدخلون الدهون بنسبة كبيرة في الأكل الإماراتي. فنصيحتي لهم إنهم ممكن هم يسوون الأكل الإماراتي بالطريقة الأولية اللي هي الطريقة التقليدية اللي هي يستخدمون الماء بديل عن الدهن، وممكن يضيفون للطعم شيء بسيط من السمن بس عشان يعطينا النكهة. لكن الأكل الإماراتي في اعتقادي أنه من السهل جداً أن احنا ممكن أن ناخذ أكل صحي بطريقته الأصلية. في بدائل عندنا بالنسبة للمطبخ الإماراتي الصحية ممكن نحن نستخدمها في الطبخ الإماراتي، مثل ما ظهرت عندنا أنواع كثيرة من الطحين وأفضلها الطحين الكامل، ممكن نحن نستخدمها في صنع الخبز الإماراتي، وحتى بالنسبة للأرز أو العيش ممكن نحن نستخدم اللي هو الأرز اللي هو الكامل يكون تقريبا اللي هو الأسمر، فها ممكن نحن نستخدمه كبديل بالنسبة للعيش الأبيض أو الرز البسمتي الأبيض اللي احنا تعودنا عليه. ورجعنا لكم مشاهدينا حق المحور الثالث، وبعدنا قاعدين نتكلم في الأمراض التي تصيب القلب دكتور. يعني نتكلم عن تصلب الشرايين ومشكلة يعاني منها كثير من الناس، بس في الماضي كان لها أعمار معينة، احنا قاعدين نشوف دكتور صارت الأعمار تصغر وتصغر وتصغر. إذا تكلمنا عن هذا الموضوع تصلب الشرايين كيف يصير؟ تصلب الشرايين مثل ما ذكرنا في الكوليسترول، هي عبارة يعني هي تدور حوالين الكوليسترول، بس في عوامل مساعدة ثانية، الضغط، السكر، يعني الحياة قليلة الحركة، الوزن، في طبعا عوامل وراثية موجودة. فالكوليسترول هذا يروح يترسب في الجدران الشريان، في الجدار الشريان، ويزيد مع العمر. فالشريان دكتور يصير أضيج بالضبط، لأن يترسب في الجدار له. في جدار الشريان تخيلك أن عندك يعني بايبس تبعت الماء قاعد يترسب فيها الصدى مثلا، فمع الوقت اذا كميه الصدى والتلوث اللي موجود في الماء عالي، يعني البايبس هذه بتسكر في فتره في وقت معين يعني. صحيح. فنفس بالضبط نفس المشكله تصير مع الشرايين، كل ما زاد نسبه الكوليسترول وزادت نسبه العوامل اللي تساعد على ترسيب الكوليسترول مثل التدخين، السكر، الضغط، عارف التاريخ الوراثي، الامور هذه كانت سرعه الترسيب اعلى، وكانت الشرايين هذه تتسكر اسرع. يعني لو مثل ما ذكرت السن المبكر، الحين عندنا في مستشفى خليفه ان الناس اللي المرضى اللي يجون عمار 30 الى 40 صارت شائعه جدا، يعني انها المعدل العمري للجلطات، الناس اللي يجون بجلطات حاده وسكتات قلبيه في الاربعينات. It's risk danger، يعني شيء خطير. يعني نحن في الغرب موجود طبعا، هي عندنا ان في عدد الرجال السن الناس العمال كثير، ولكن في الغرب السن اللي الناس تجي او المعدل العمري في الستينات. نعم. فعندنا المعدل العمري في 48 47، فمعناته في ناس كثير اعمارهم ثلاثينات قاعدين يجون ليش؟ نتيجه للتغير في نمط الحياه، ان الناس صارت قاعده وزنها قاعد يزيد، والاكل كله فاست فود، واكل كميه الكوليسترول عاليه، كميه الدهون عاليه، كميه الاملاح عاليه،
هذا اكيد يعني. فقاعد الواحد يدمر جسمه في فترة قياسية يعني. هذا أيضا تصلب الشرايين دكتور من الأمراض الصامتة أيضا يعني، يأخذ له وقت طويل لما يتراكم لما يصير. أعطيك مثال عليه، في دراسة مسوينها يسموها أوتوبسي ستادز، بمعنى راحوا خذوا الشباب اللي هم متوفين من حوادث سيارات، واحد صار حادث سيارة وتوفى، معنا عندنا هيز هيلثي طبيعي إنسان هذا، بس مجرد مات في حادث سيارة، وراحوا خذوا قلوب الأشخاص هذول اللي توفوا وعمل وشرحوها، وقاعدين يشوفون داخل الشرايين في شيء، في ترسبات ولا ما في، على عمار 15 يعني 10 20 سنه، هذه امريكيه دراسه امريكيه يعني، بس طبعا نمط الحياه قاعد يتغير هناك في الغرب، ونفس الشيء الدول العالم الثاني قاعده تلحق فيهم، فلقوا ان الترسبات في الكوليسترول باديه في الاعمار 10 سنين ال 20 سنه اوريدي، في ناس عندهم كوليسترول قاعد يزيد في الشرايين. طبعا الواحد يوصل على 30 40 وصل اوريدي اوريدي يعني في نسبه لا باس فيها من الشرايين اوريدي فيها كوليسترول مترسب يعني. نعم دكتور، عندنا اتصال من السعوديه ناخذه ويا بعض. عندنا محمد، يا هلا. الو مساء الخير. مساء النور، هلا فيك تفضل. لو سمحت بس للدكتور عن نعم. تفضل يا محمد. مساء الخير. تفضل يا محمد. اهلا مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. اشكركم على البرنامج الطيب. الله يسلمك. بالنسبه للدعامات لها وقت زمني معين؟ لو ممكن تعيد السؤال محمد. هو سؤال الدعامات لها زمن. نعم. وصل يا محمد. وصل السؤال. بالنسبه للبلافكس نعم، وش عليه البلافكس؟ دام على طول يعني ولا وقت محدد؟ انا لي 5 سنوات مسوي قسطره. نعم انت حط عندك فكره عن نوع ما في مشكله، برد عليه برجع لك على سؤالك ان شاء الله. شكرا اخ محمد على السؤال، وصل السؤال. نعم يمكن استبقنا شوي الاخ محمد لانه نعم دخل قسطره القلبيه. نعم دكتور، حاب تجاوب على السؤال الحين ولا نجاوب عليه بعدين؟ ممكن نجاوب الحين او نجاوب بعدين. تفضل دكتور. هو طبعا السؤال محدد على يعني مبين ان الاخ محمد حصل عنده تضيق في الشرايين وسوى قسطره، والقسطره بينت انه في الضيق هذا، فعلاج الضيق طبعا حسب درجه التضيق، اذا كان تضيق أكثر من 70% عادة نحاول نعالجه بالستنت أو الدعامة. نعم. أو بالعملية، فطبعا هو حطوا له دعامة. نعم. نعم. فالدعامة يسأل على عمرها أو إيش كذا. افتراض العمر. عمر افتراض الدعامة. الدعامة طبعا من تنحط معدن يعتبر ستينلس ستيل، وفي أنواع معادن مختلفة، ولكن تفضل في الجسم على طول يعني موجودة. الجسم يلتئم عليها ويتقبلها وخلاص. طبعا في بعض الدعامات ساعات يحصل فيها تضيق، نسبة قليلة جدا من الناس يحصل فيها تضيق، يعرف عن طريق الفحص الدوري والكشف والأعراض وكذا. فإذا أنت تتابع مع الطبيب الغالب أن إذا في مشكلة في الدعامات الطبيب بيكتشفها يعني. بس غالبا دكتور لكن غالب الناس لا، بعد ما نحط الدعامة أمورهم إن شاء الله طيبة يعني. طبعا مع طبعا هذا ما يعفيهم من الالتزام بالعوامل اللي ذكرناها، اللي هي تأكدون ان الكوليسترول عندهم يعني مسيطر عليه، الضغط، السكر، ان الحركه لازم يتحركون اقل شيء في اليوم، أيضاً. المشي، الوزن، يخفضون الوزن، التدخين، الاجتماع. طبعا كل هذه العوامل اذا الواحد استمر عليها معناته الدعامه بتضيق، واجزاء اخرى من الشرايين يعني الدعامه قاعده تغطي جزء بسيط من الشريان. صحيح. في شرايين اخرى قاعده تسوء حالتها. نعم. فهذه النقطه مهمه. السؤال الثاني هو عن البلافكس، وهذا البلافكس الناس اللي نزرع فيهم نزرع لهم دعامات في الشرايين لازم ياخذون ادويه معينه اللي هي ادويه السيوله، على اساس ان الجسم ما يرفض او ما يحصل تجلط على الدعامات هذه. نعم. فالدواء هذا الاسبرين والبلافكس لازم الواحد ياخذهم اقل شيء لمده سنه. طبعا السؤال له يعني مش بسهوله الواحد يجاوب على الهواء صراحه، لان في عوامل كثيره تحدد المده. صحيح. ولكن اقل شيء اقدر اقول لك عليه انه لابد من الالتزام لمده سنه على الاسبرين والبلافكس. بعد سنه لازم تراجع الطبيب، يراجع القسطره اللي سويتها، يعني يدرس مواضيع معينه على اساس يحدد الفتره اللي واحد ياخذها، لكن سنه هي الاقل مده الواحد ممكن يمشي عليها. نعم دكتور، ما دام دخلنا في موضوع قسطره القلب،
يعني نعم. نتكلم عن ما هي بالضبط؟ يمكن حتى من جوابك لسؤال الأخ محمد يمكن صارت عندنا فكرة. نعم. بس تكلمنا عنه بالتفصيل شوية دكتور وقلنا حق مشاهدينا كيف نعم. تتم؟ القسطرة طبعاً يعني تسمون عملية أنا ما أعتبرها يعني تعتبر عملية يوم عملية بسيطة عملية يوم واحد المريض يكون صاحي واعي نتكلم معاه ونخبره شو قاعد يصير وكذا طبعا حضر المريض يعني مثلا قبله بيوم نسوي فحوصات دم نتأكد أن وضع الكلى أوكي ومستوى الدم أوكي يعني في أمور معينة نحاول نتأكد منها أنها أن المريض سيف أنه المريض يعني في 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 وضع آمن. في وضع آمن من ناحية العملية يجي أغلب الناس ممكن يجون نفس يوم القسطرة للمستشفى وبعض الناس تحاول رقدهم قبلها بيوم يعتمد القسطرة نفسها تخدير موضعي مثل ما نصير عند دكتور أسنان يعطيك تخدير موضعي بنج على أساس ما تحس بالإبرة يوم أو يوم يشتغل نفس الموضوع يعني طبعا نستخدم شرايين مختلفة هو الهدف أن نوصل لشرايين القلب له فنستخدم أي شريان سواء شرايين الذراع أو شرايين الرجل في الفخذ ونحط التخدير الموضع ونمشي القسطرة القسطرة عبارة عن تيوب نعم. تيوب ثن السايز تبع 2 ملي تقريبا ونمشي التيوب هذا اللي عند شرايين القلب ونحقن صبغة الصبغة هذه تبين إذا كان في ضيق نعم. ايه وين الانسداد لأن في تصوير في نفس الوقت يعني نعم. فتشوف الانسدادات لين هالمرحلة خلصنا المرحلة اللي هي التشخيص أوكي. يعني مجرد كشف المرض فممكن بعد ما يعني بعد ما تخلص تشوف هذه شخصت المشكله هذيك الساعه تبدا تحط البلان او الخطه كيف اعالج هذا المريض يعني هل في حاجه للاستنتات والدعامات هل في حاجه للعمليه او ممكن في اوقات كثيره نقول له لا بس ترجع تلتزم بالنمط حياتك في ادويه معينه وكذا يعني يعني اجراء بسيط عمليه بسيطه جدا عمليه نسبيا يعني تعتبر عمليه بسيطه جدا المريض يعرف اشياء كثيره عن صحه شرايينه وذلك ما ياخذ يمكن يوم دكتور بس في نفس اليوم يطلع في نفس اليوم او في ثاني يوم اذا سوينا مثلا حطينا دعامه او نعم. حط او عمل يعني اي انترفنشن نسميه يعني. نعم دكتور يعني احنا كانت فرصه سعيده جدا دكتور وجودك معنا في حلقة حلقتنا اليوم عطيتنا معلومات مهمة جدا لنا ولمشاهدينا فإن شاء الله تكون عندنا لقاءات أخرى مع حضرتك الوقت للأسف يعني قصير وما يكفي نتكلم في هذه المواضيع اللي يبالها وقت أكثر فإن شاء الله دكتور بنشوفك في حلقة أخرى نشكر الدكتور عبد المجيد الزبيدي على هذه المشاركة إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج كيف الصحة نشكر ضيوفنا الكرام على حسن المشاركة ويمكنكم التواصل معنا عن طريق www.adtv.ae أو تقدرون تراسلونا عن طريق البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة نشكركم على حسن المتابعة مع السلامة هذا البرنامج برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة شريكك الصحي مدى الحياة إذا فاتت